جمعيه حركه الشباب الملكي للمغاربه عبر العالم اصاله عن نفسه ونيابه عن جميع اعضاء المنخرطين ديالنا عبر العالم وفروعها. اليوم جينا امام المحكمه الموقره للاستئناف اللي تنعلنوا عن التضامن التام المشروط مع هذا رجل الامن المعتقل اللي اليوم جينا في اطار المحاكمه العادله والمتهم بريء حتى تتم ادانته. اللي تنقول بعد هذه الفاجعه وهذه الواقعه بعد ما تم اعتقال هذا رجل الامن فولات السيبه من بعد بهذا المعنى، لان ولات التطاولات ولا الاجرام في حق ماشي في المواطنين ولا في حق رجال الامن، لان رجل الامن اليوم اصبح مكبل. لماذا؟ تيخاف تيبغي يدير خدمته كموظف عمومي، دابا ولا يخاف يدير شي تدخلات ولا شي تدخل لحمايه سلامه المواطنين غيولي معتقل. هذا الاعتقال هذا تنعتبره بان اعتقال خاطئ، لان ما زاد الا في الطين بله، وبان هذا رجل امن لان ضروري لانه تابع لمديرية الامن الوطني له ضمانات الحضور له جميع الضمانات في اطار المحاكمه العادله، لان كيف ما قلت بان المتهم بريء حتى تتم ادانته بهذه الادانه. ولكن انا كمجتمع مدني بغيت نوصل الرساله الى المسؤولون ذوي القرارات في هذه البلاد بان يخدعونا الى الضغط للراي العام الفيسبوكي، الى الضغط تيقولوا هذا راي عام، لا هذا حشومه. حنا نعطيو على سبيل المثال، ملي في الدوله الامريكيه ولا في الدول الاوروبيه انا كمهاجر اقسم بالله لا حضرت الرجل الامن جبد فردي وتيرف مواطن قال لي اوقف، ملي وقف السيد عزعزع بغى يدير قتلو. علاش هذاك رجل الامن اللي في الدول الاوروبيه المتقدمه ما تعتقلش؟ حنا تنقولوا اللي دار الذنب يستاهل العقوبه، ولكن بالنسبه لنا حنا كمجتمع مدني كان خارج الصواب في التسرع في اخذ الاجراء في اعتقال هذا رجل الامن. هذا رجل الامن دابا اللي معتقل راه ولا عبره لجميع رجال الامن ولا تيخافوا يديروا المهام ديالهم بهذا المعنى، والاكثر من ذلك وما يدل على صحه الاقوال ديالنا، ما يدل على صحه الاقوال ديالنا هو بعد اعتقال هذا رجل الامن شو دابا الاعتداءات والممارسات اللا اخلاقيه اللي بدات يتعرضوا لها رجال الامن، لان هذا الشيء ولا يضر حتى بمصلحتنا حنا كمواطنين. هذا رجل الامن اللي غينوض يحمينا ولا خايف على راسه لا توقع عليه شي حاجه، لا يدير شي اجراء قانوني يصدق معتقل ومعاقب عليه. احنا تنطالبوا، احنا جينا هنا كمجتمع مدني كرئيس جمعيه حركه الشباب الملكي للمغاربه عبر العالم اصاله ونيابه عن جميع الفروع ديالنا تنعلنوا التضامن التام المشروط مع رجل الامن مع اصرارنا على اطلاق سراحه والبحث معاه في حاله صراحه. علاش؟ حيت رجل الامن عنده الضمانات. هاد السيد رجل الامن اللي شديتيه والنيابه العامه ما دارت بان عنده ضمانه الحضور، اش غنقولوا حنا مواطنين؟ وتحياتي للجميع. قبل ما تخرجوا ما تنساوش ابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع صحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديروا جيم وما تبخلوش علينا بتعليقاتكم وملاحظاتكم.